بنجدد التحيه طبعا لكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا من على ملعب مختار التتش. بنتابع كل الاستعدادات الخاصه بفريق النادي الاهلي لعوده بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. لكن في هذه اللحظات معايا واحد من نجوم فريق النادي الاهلي واحد كباتن فريق النادي الاهلي، كابتن رامي ربيعه. برحب بيك طبعا في البدايه يا كابتن رامي. الحمد لله على السلامه، وحشتونا الفتره اللي فاتت، يعني كانت فتره صعبه جدا عدت عليك وعدت علينا، لكن تحديدا عدت على لعيبه النادي الاهلي. لكن كان في شغل بيتبذل بشكل كبير، كل واحد كان قاعد في البيت، كان في برنامج تدريب. الموضوع لو بتكلم معاك على الكواليس الفتره اللي فاتت كانت ماشيه معاك ازاي، وطمنا كده بشكل عام يا كابتن رامي. طبعا في البدايه برحب بجمهور النادي الاهلي، يعني وحشتونا ووحشنا اللعب ووحشنا الماتشات فدي البدايه، فاتمنى ان هي تبقى بدايه موفقه باذن الله، وكل واحد يعمل شغله وكل واحد عارف مجهوده فين وعارف المسؤوليه اللي محطوطه عليه. من اول يوم يا كابتن رامي في معنويات مرتفعه بشكل كبير، وفي اصرار وفي جديه في التدريبات، وده يمكن بيدي اشاره ان الفتره اللي فاتت كان في شغل كبير بيتبذل جوه الحجر المنزلي، كل لاعب جوه كل بيت كان في مجهود كبير جدا. اول يوم شفناه، لا يعني نقدر نقول لعيبه النادي الاهلي مستعده وعندها امل كبير ان شاء الله ان بطوله الدوري ترجع ونستكمل، لان كان قطعنا شوط كبير جدا يا كابتن رامي الفتره اللي فاتت. اساس لعيب الكره اللياقه، فانت اي لعيب بيبقى قاعد في البيت فتره كبيره هو بيبقى لو قعد وساب نفسه هو اللي هيتأذي، مش حد تاني. يعني انا لما اجي ارجع تاني هتلاقي نفسي اللياقه قلت، مستواي ما بقاش زي الاول، فانا بحاول ان انا ابتدي اشتغل على نفسي في فتره الحجر الصحي، فبحاول اتمرن، بحاول اشتغل مع نفسي، بنزل اجري في اي حته بقى في الشارع، في اي مكان، بس المهم تبقى مستمر اللياقه بتاعتك مستمره. فانا شايف ان الموضوع ده مهم لكل لاعب، وحتى زي ما انت قلت باين علينا في اول تمرين ان احنا كل واحد مركز وعايز يرجع وعايز يلعب. فانا شايف ان اللعيبه كلها مركزه، ان هي وحشها لعبه الكوره وحشها الاستمراريه، ولما بنتفرج على الدوري الانجليزي او الدوري ايا كان الاسباني او حاجه، فكل لعيب بيبقى نفسه يلعب. يعني دي حاجه، ده شغلك. يعني انا بالنسبه لي ده شغلي ان انا العب، فنلعب كوره يعني. فالفكره كلها ان احنا مستعدين كويس، وكل واحد كان نفسه يرجع يتمرن تاني، يقابل زمايلي، يقابل، فبتبقى فرحه حلوه، بتبقى احساس حلو، فاحنا كلنا مبسوطين يعني بالعوده دي. يمكن عايز أكد على نقطة كمان وهي الإجراءات الاحترازية، يعني النادي الأهلي بينفذ إجراءات احترازية مشددة بشكل احترافي، واللعيبة الحقيقة يعني بتنفذها بشكل احترافي جدا، وده اللي شايفينه يا كابتن رامي. يعني بنشوف دلوقتي إن الدكك خلاص مفيش دكك، بنشوف اللعيبة وهي داخلة من على البوابات بيتم تعقيمها، طبيب النادي الأهلي والجهاز الطبي بشكل عام بيقيس الحرارة. يعني حطينا في الأجواء دي، الناس عايزة تطمن على الإجراءات الاحترازية والوقائية ماشية إزاي مع لعيبة النادي الأهلي. طبعا زي ما أنت شايف في تباعد اللي الدكتور قايلين عليه، في طبعا كراسي بعيد عن بعضها، كل مسافه بين اللعيب والتاني، حتى السلام ما بقاش بالايد دلوقتي، بقى زي ما انت بتشوف السلام الجديد ده. فيعني هو حاجات احنا بنحاول نحافظ على نفسنا ونحاول نحافظ على اللي حوالينا، والدكتور بصراحه ماشي معانا بشكل كل يوم بيقيس درجه الحراره، ومن دخول النادي بصراحه موفر لنا كل حاجه، من تعقيم، من كل حاجه، يعني حتى مدينا شنط كلنا فيها كل حاجه، مناديل، من كحول، من كل حاجه تخليك انت محافظ على نفسك في الملعب وحافظ على زميلك، يعني مش انت بس، يعني اللي هيتأذي فينا احنا كلنا هنتأذي. فالحمد لله كل الامور ماشيه كويس، حتى التمرين ما بنحاولش نحتك ببعض كتير يعني، وبعد التمرين كل واحد بيعقم نفسه بطريقته، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره دي تعدي على خير. لو بتكلم على الدوافع يا كابتن رامي لعيبه النادي الاهلي، عندنا بطولتين مهمين جدا ان شاء الله، نستكمل بطوله الدوري العام ونستكمل البطوله الافريقيه، لكن انا عارف ان في هدف كبير لكل اللعيبه، ان احنا ان شاء الله الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي قطعنا شوط كبير في البطوله الافريقيه ان شاء الله نحققها. الدوافع مع اللعيبه عامله ازاي في الفتره دي، والاحاديث بينكم ببعض عامله ازاي يا كابتن رامي؟ طبعا الدوافع بتاعت الدوري وبطوله افريقيا دي مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي يعني ده التارجت بتاعنا. يعني السنه دي انت حاطط في دماغك ان انت كان عندك بطوله افريقيا لازم تخلصها، يعني احنا محتاجينها، يعني كل لعيب محتاجها، يعني حتى الجمهور محتاجها، بس انت كلعيب برضو كل واحد عايز يحط ده في اسمه، في تاريخه، ان انت خدت، انا واخد بطولتين مثلا، رحت كاس عالم مرتين انديه، فانا اتمنى طبعا تبقى الثالثه ليا، وان انا ابقى حاطط اسمي في النادي الاهلي. فدي كل حلم لكل لعيب، يعني حتى الجمهور ده حلمه، بس كلعيب بقى كشغلك ده انت بتحتاجه اكتر، فده اللي بنركز عليه وبنشتغل عليه، واتمنى التوفيق لينا ان شاء الله. انا عارف ان الاجتماعات، يعني يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ فارض سيستم جديد كده، ما بقاش في اي محاضرات تجمعات، لكن كان في حديث بسيط كده في اول يوم مع تجمع لعيبه النادي الاهلي، ابرز النقاط اللي قالها الكابتن سيد الفتره اللي فاتت دي، وتحديدا في يوم الاجتماع كابتن. هو في البدايه بس كابتن سيد حب يعلق على كام حاجه، اللي هو التباعد، وان ما حدش يختلف بزميله، يبقى حد كده اللي هيجي من بره مثلا نيجي بلبس التمرين زي ما انت شايف، ما حدش يغير فوت اللبس، ما فيش، ما حدش ياخد شاور بتاعه بعد التمرين، بحيث ان احنا ما
بنحاولش نحتك ببعض كتير في اوضه اللبس، بيبقى في مكان مقفول، كلنا بنيجي من بره من التمرين وبمشي زي ما انا، لان انا اروح اخد الشاور بتاعي في البيت، احاول ما ابقى بعيد عن زمايلي شويه عشان العرق والحاجات دي. فدي كلها حاجات كابتن سيد حب يقولها في الاول وفي فكلنا يعني انت اوريدي عارف التعليمات دي، بس بتحاول تسمعها تاني بحيث ان انت تبقى مأكد عليها. يعني كان كابتن رامي كنت واحد من نجوم النادي الاهلي تحديدا في قطاع الناشئين، قطاع الناشئين عندنا كنز كبير جدا وفي نجوم كبيره جدا بالنسبه للفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه، بنتمنى كمان يكون في عدد اكبر من كده. عندنا ثلاث لاعبين وكان قبليهم عربي بدري كمان متواجد معانا، اللعيبه بتتعامل معاكم ازاي وانتوا ازاي بتحتضنوا اللعيبه اللي طالعه من قطاع الناشئين، لان ده كنز كبير جدا يا كابتن رامي. انت الناشئين طبعا زي ما انت قلت ده كنز كبير قوي للنادي الاهلي، لان انت عندك عناصر كويسه قوي في الناشئين ممكن يستغلها النادي الاهلي. يعني انا واحد طالع من الناشئين، انا عندي 8 سنين بلعب في الاهلي، يعني في برضو امثله كتيره غيري، يعني في ناشئين كتيره. فانت اللعيبه الكبار لا احنا لعيبه محترمه هنا، لعيبه كبار بصراحه، يعني ما بيبقاش في تعالي بين اللعيب الكبير واللعيب الصغير، بالعكس احنا بنحاول نقربه لينا زي ما حصل معايا. يعني اللعيبه الكبيره كانت بتقربني ليهم، ان انا ما اخافش في الملعب، ان انا احاول اعمل مجهود زياده، ان انا اطلع كل اللي عندي من غير خوف. فاحنا ده اللي بنعمله مع اللعيبه اللي طالعه الصغيره، ان هو يلعب من غير خوف، يلعب يطلع اللي عنده كله في مصلحتنا. يعني اللعيب ده لما يأدي ويلعب كويس وهو طالع في البداية هيبقى في مصلحتي، ان هو يساعدني في الملعب، هيبقى شايلني في الملعب زي ما انا شايله، فالموضوع كله في مصلحة النادي ومصلحة الفرقة. فأتمنى التوفيق ليهم طبعا في الناشئين، وأتمنى ليهم من الاستمرارية، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. بشكرك طبعا يا كابتن رامي، لكن قبل ما انهي معاك رسالة اكيد مهمة من واحد من نجوم النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر ومتعطش ان هو يشوف لعيبة النادي الاهلي في مباراة الدوري العام وفي البطولة الافريقية. أتمنى تدعوا لنا وربنا يخفف عنا كل حاجة وحشة طبعا في الدنيا، وانتوا كمان ربنا يحميكم ويحفظكم، واتمنى الاستمرارية والدوري يرجع والامور تمشي بشكل بس في الصالح العام طبعا، مش في اذية الناس او في حاجة. لو في حاجة تأذي الناس طبعا اهم حاجة المصلحة العامة، لان الموضوع صعب طبعا، كل واحد يخلي باله من نفسه، وان شاء الله الدنيا ترجع والامور تمشي بشكل منظم ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن رامي ربيعه، واحد من نجوم النادي الاهلي واحد كباتن فريق النادي الاهلي. تصريحات مهمه جدا، هي دي الدوافع وهي دي الروح الكبيره اللي مع كل لعيبه النادي الاهلي. الفتره القادمه محتاجه شغل كبير جدا، وزي ما بنشوف في التدريبات حماس وجديه واصرار وروح معنويه مرتفعه وانكار ذات، امور كثيره جدا بنتابعها في تدريبات فريق النادي الاهلي. ان شاء الله يستمر النادي الاهلي على هذا الاداء وعلى هذا المستوى الطيب جدا، وزي ما بناكد في كل مره يبعد عنا الاصابات ويبعد عن كل لعيبه النادي الاهلي الاصابات، لان المرحله اللي جايه محتاجه تكاتف كبير جدا من الجهاز الفني، من اللاعبين، من جمهور النادي الأهلي.